مرحبا واضح، أنا لين سعد الدين، عمري 26 سنة من سوريا. أنا دارسة تجارة واقتصاد. قبل الأحداث اللي بسوريا كان أنا عندي طموحات وأحلام كتير كبيرة. المشروع اللي أسسته كان هو مطبخ بيتي، مشروع صغير ضمن المنزل بناخد فيه طواسي بيتية لحفلات أعياد ميلاد ومناسبات. بغلاء المعيشة اتجهنا نحو يعني طريق يعني نقدر نعيش منه. بلشت أنا وزوجي وماما وإخواتي، كنا بسبب الأحداث يعني ساكنين كلياتنا بمنزل واحد، وهالشي ساعدنا إنه نكون كلياتنا إيد واحدة. علاقتي بالطبخ كانت صفر أبدا، ولا في علاقة بيني وبين المطبخ نهائيا، بس من بعد ما تزوجت بلشت أتعلم شوي شوي، والحمد لله دائما لازم تثق بنفسك وبقدراتك حتى الناس تثق فيك. معك أهلا وسهلا. بعتبر هالشي اللي وصلت له نجاح، بس طبعا بطمح لنجاح أكبر. والشي اللي ساعدني هو ثقتي بنفسي وثقة الناس فيني، بفضل رب العالمين أنا صار لي 2.5 سنين بهذا المجال وكبر اسمنا الحمد لله، يعني بفترة زمنية قصيرة. النجاح هو يعني الإدارة الجيدة، المواد جودة المواد العالية، المقومات، يعني نكون كلنا إيد واحدة. طموحي لقدام أكيد إنه أنا وصلت لهم، مو لحتى أوقف أو إني أترك هالشي اللي ساويته وأمشي، لا أكيد طموحي إنه يكبر اسمي أكثر من هيك، وإنه نوصل للعالمية ونكون مثال لكل امرأة سورية ولكل العالم بشكل عام، إنه ما في شيء بالدنيا مستحيل. إذا حابين تعرفوا أي شيء عن وصفاتنا وأكلاتنا أنا جاهزة لأي سؤال، علقولي وحاكوني وتكرم عينكم. مثل هون بسوريا بيقول إذا بدك تعيش عيشة هنية خد شامية.